طيب المشهد وخلاصته تناول الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ نبيل عمر في مقاله مهمه نبيل عمر واحد من مدير تحليل الاهرام بالمناسبه واحد من الاقلام النقيه الاقلام النقيه الاقلام الجاده رائعة الاقلام اللي فيها نوع من الادب برصانه الكلمه وعمقها في مقاله مهمه له في الاهرام هذا الاسبوع قال الاستاذ نبيل عمر القانون واهانه الاهلي وبيقول للأستاذ نبيل عمر: هل يمكن ان نسال كل الذين رفعوا رايات الامتعاض والاعتراض على الالفاظ البذيئه التي وجهت الى النادي الاهلي ورئيسه ومجلس ادارته على الهواء؟ ما هي اسبابكم الان وانتم تنصتون اليها كل يوم وتصمتون عليها منذ زمن؟ صحيح ان بذاءة الالفاظ ترسم ملامح صاحبها وبيئته وثقافته. جملة في منتهى العمق والدلالة صحيح أن بزاءة الألفاظ ترسم ملامح صاحبها وبيئته وثقافته وقد تنحصر في حالة فردية يمكن اجتثاث, اجتثاث شرها بسهولة وربما هي جزء من, من تيار حاد يلطم أسماعنا وحياتنا من سنوات وتحتاج إلى حل عام ودعونا نسأل بالكلام للأستاذ نبيل عمر هل غضبنا الآن مجرد هل غضبنا الآن مجرد آلة تنبيه لنا أفراداً أم نوبة صحيان للدولة والمجتمع كله؟ والسؤال مهم حتى نفرق بين أمرين مختلفين. الأول أن يكون الامتعاض والاعتراض وردود الأفعال الصاخبة هي انفعال عاطفي يتكسر بطبعه على رمال الصبر وطول البال. وهذا النوع من الانفعال لا قيمة له وتأثيره أشبه بإلقاء حجر في بركة آسنة. يهز سطح المياه دون أن نتخلص من عطنها الداخلي والثاني أن تكون حالة متصاعدة تدق على رؤوسنا جميعا دقا عنيفا كي نتنبه إلى قدر الانحطاط الثقافي والعقلي الذي انزلقنا إليه فنعمل على إيقافه ما تيجي ناخدها جزء جزء أستاذ إبراهيم لأن المقالة رائعة ومش عايزين عايزين المشاهد يتوقف معانا بيلخص تلخيص بارع جدا جدا للمشهد. وكل سؤال بيقوله آه يعني بيعبر عن عن اللي جوانا فعلا. آه هو هو يعني عمال يقول تتكسر على رمال الصبر. يعني هو مش عايزها تكون مجرد استنكار وخلاص وخلصنا على كده. وهنصبر والموضوع يتلاشى. شوف بعد كده بيوجد خطورة الموضوع إزاي بيقول الأستاذ نبيل عمر في الأهرام أيا كان سبب غضبنا فالبعض منا يريد الدفاع عن الأخلاق خوفا من أن تنزلق هذه الألفاظ على ألسنة أطفالنا في البيوت وده صح طالما هي تقال على الفضائيات دون رادع وهو رفض مهم لكن هدفه محدود وغير كاف والبعض الآخر متبرم ومشحون ضد صاحب البزاة الذي يتملكه إحساس متعاظم بالقوه وعدم المبالاه الى درجه الاستهتار بالاخرين وبالقانون. فحان الوقت لنرفع له سيف القانون الذي على قواعده تتاسس الدول وبإهماله تتقوض الاعمده. كل كلمه يا اخي كل... القانون ها. على قواعده تتاسس الدول. مكتوب بإهماله يعني تتقوض الاعمده تنهار. وقد نتذكر قبل سنوات ما تلفظ به منتج, سينمائي شهير في وجه المذيع اللامع وائل الابراشي وكان لفظا وقحا يعاقب عليه يعاقب عليه القانون لفظ من تلك التي تتطاير في خناقه حواري او بين سفلة او بين سفلة محترفين او اقنعه او اولاد الشوارع على الرصيف وكان يستحيل ان نتوقعه في حوار تلفزيوني وتسألنا وقتها تحت أقنعة الدهشة المفرطة التي وضعناها على وجوهنا كأننا في حفلة تنكرية هل هذا معقول في مجتمعنا الذي لا يعرف مثل هذا الخروج على الأخلاق علنا وكنا كاذبون وكنا كاذبون يعني كاذبين يعني لأننا تركنا الوباء يستفحل حتى صار ظاهرة ولم تعد شخصا بعينه وإن كان تجسيدا لها وكان تبادل تلك الألفاظ العارية الخارجة على الأخلاق والقانون مثل النكات الشعبية. لم تكن أبداً حالة فردية بل جزء من ظاهرة راحت تتسلل وتضرب في كل جنبات المجتمع. منذ أطل علينا شخصية عامة في الفضائيات يسب الآخرين بالأب والأم ويهدد بالحذاء ويفرش الملاية لكل من يعترض عليه أو يقف في وجهه. وبيقول الأستاذ نبيل عمر في مقالتي بالاهرام نعم نحن نعيش في مستنقع هذه الالفاظ والافعال من فتره نسبيه وبالمناسبه ليس بعد ثوره 25 يناير كما يتمنى البعض ويمني نفسه لكن قبلها كثيرا اذ كانت شائعه في الاحياء الشعبيه والعشوائيات ومحدوده نسبيا خارجها ثم تعاظمت أو أعلنت عن نفسها بوقاحة حين تحلل المجتمع من جزء كبير من روابط القيم الإيجابية وقيودها وترك نفسه لقيم سلبية كانت تكسب مساحات منتظمة ببطء وتكرس وتكريس والقيم ليست الأخلاق الأخلاق جانب منها وإنما القيم هي مجموعة القواعد الحاكمة للسلوكيات العامة والخاصة وهي قواعد موضوعية وليست انطباعيه ده ده, ده مستمده تفسير اساسا تفسير رائع من النظام يعني العام يعني إيه القيم يا استاذ ابراهيم آه. عشان الناس اللي كانت بتقول لك يعني ايه قيم النادي الاهلي اهو في سطر ذكروه يعني ايه القيم انك في الاخر توصل للاخلاق جزء من القيم قواعد موضوعه قواعد موضوعيه حاكمه للسلوكيات العامه والخاصه وليست انطباعيه ومستمده اساسا من النظام العام الذي يدير حياه الناس وحالته الثقافيه مختلطه ببعض تقاليد وعادات متوارثه فقيم المجتمع المنتج تختلف كليا عن قيم المجتمع المستهلك في احترام القانون والوقت والاخر والاتقان في العمل ولهذا تنمو في المجتمعات المنتجه قيم جديده ساميه بينما تستنزف المجتمعات المستهلكه قيمها بالتدريج ومع تهالك القيم تنحدر الاخلاق. فهل يمكن لانسان لا يتقن عمله ولا يحترم الوقت والابداع والابتكار والمساواه وتكافؤ الفرص وحقوق الاخرين ان يكون في غايه الاخلاق والادب ولا تخرج منه العيبه؟ قطعا لا والف لا. بيقول الاستاذ نبيل عمر اذا يجب ان نرفع لهؤلاء رايه القانون في وجوههم حمايه للنظام العام الذي يدير حياة الناس اليومية وكفانا ما جنيناه من إهمال وتراخ فلم نستخدم سيف القانون في قطع رقبة هذه الظاهرة ربما سهوا وهو ما لا نستسيغه ربما عمدا وهو واضح للعيان فماذا كانت النتيجة؟ بات السب والشتيمة والإهانات بساط الريح الذي حمل البعض إلى المكانة العامة التي وصلوا إليها السلاح الفعال في إزالة كل المعوقات أمام الوجود المحسوس تحت الضوء وبين نجوم المجتمع خاصة إذا كان صاحبها إعلاميا أو برلمانيا أو رئيس ناد رياضي أو ممثلة أو راقصة أو مغنية أو لاعب كرة وأصبح منهم من يستشعر الموت لو مر يوم دون أن يستضاف في برنامج أو يتحدث في إذاعة أو يصنع أزمة مع وزير أو صحفي أو مع ناد منافس أو منتج سينمائي أو 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 إلخ وسقط الاعلاميون في الفخ وادمنوه ولهثوا خلفه راجين منه تصريحا او تلميحا او كلمه مجرد كلمه فنسبه المشاهده وشهره المذيع ومرتبه صارت مرتبطه بالسخونه التي يصنعها الضيف المشاغب وتطلبها شركات الاعلانات بغض النظر عن قيمه ما يقال فافسدوا المناخ الاعلامي وانتقلت الالفاظ السوقيه والبذيئه من ألسنة العوام في الشوارع إلى شاشات الفضائيات وسمعنا كلمات من عينة أمك الذكر فيكم يوريني نفسه يا ولد اكشف على نفسك الأول شكلك من إياهم شوف أبوك شوف أبوك مين وتعالى كلمني يا خمرجي اطلع أطلع لكم سيدهاتكم و وا و وا وا وا. نعم تركنا الوباء يستفحل ولم يعد شخصا بعينه وإن كان تجسيدا له بل ورأينا مذيعين يسمحون بالتطاول من ضيوفهم على اخرين او على ضيوفهم وهم يظهرون امتعاضا كاذبا واستنكارا يستفزهم الى مزيد من التطاول حلو قوي الجمله دي اه يعني ايه انا بقاعد وفي واحد عمال بيعمل مداخله بيشتم الناس ضيوفي وعمل ان انا يعني ممتعض وخلاص او الضيف بيشتم حد غايب مع ان دي يعني الف باء مسؤوليه المرسل يعني المذيع او الصحفي او اي حد طبعا حدي... لازم يقف قال كلام ده مسؤوليته هو ينوب عن ده عشان نفسه هو نفسه ما بيتحاسبش صحيح ها أه؟ بيختتم الاستاذ نبيل عمر مقالته المهمه في الاهرام وحين ت... وحين تدخل المجلس الاعلى للاعلام بايقاف التجاوزات راجت صناعه الفيديوهات الخاصه على الانترنت وشاعت مساحه الردح والبذاءه واقبل الجمهور في اللعبه متابعا او منتجا باختصار تركنا حالة سفالة فردية فانقلبت إلى ظاهرة تركنا حالة سفالة فردية فانقلبت إلى ظاهرة وإهانة الأهل وإدارته طول الوقت لعبة شديدة الخطورة لن تنفجر في وجه صاحبها فقط لن تنفجر في وجه صاحبها فقط وإنما قد تدفعنا للسقوط في هاوية الفتنة التي أطرافها ملايين وجمهور كره القدم بطبعه منفعل وحاد والحل بيقول الاستاذ نبيل عمر في ختام مقالته والحل الحل بسيط وسهل جدا ان ندع القانون والقانون وحده هو الذي يحكم دون حصانه لاحد مقال رائع كان زمان واحنا طلبه كلام في ابتدائي واعدادي الكراريس اللي كنا نشتريها عليها الـ الارشادات الارشادات تغسل ايدك اعزام صوتك ما يعلاش بر الوالدين ارشادات بناء الشخصيه والانسان ب... فكنت تملي على كراسه كذا هذه مقاله ارى يجب ان, أن, ت... أن تكتب على كراسات التلاميذ على جلده التل... كراسات التلاميذ حقيقي يعني ما شفتش يعني مقاله كل كلمه متنقيه بعنايه شديده جدا جدا وبت وبتتفق مع اللي كنا بنحذر منه ان ان النماذج دي تبقى هي القدوه في المجتمع. مم. الناس تقلدها ويخرج من من تحتها طلبه لهذه المدرسه. هو دي الخطوره. فاحنا يعني من هنا وبهذه المناسبه ومن غيرها احنا كنا ناويين نضع المسؤوليات لا عايزين عايزين القانون وعايزين نسال بقى مصير جوابات النادي الاهلي ايه؟ وشكوات لازم دي اللي تتابع وتتابع بقوه استاذ ابراهيم وفي في ادارات ما ينفعش ما تتابعهاش وتيجي تاني من الصبح زي اتحاد الكوره هو في ايه؟ ده اللي بيقولك لك اه ولا بيقول لك لا ولا بيبرأ ولا بيدين وكانك غير موجود او كانه هو غير موجود ونبيل عمر بيقولك ده اخطر ما في الامر مؤكد. ان تسكت على اهانه نادم يعني احنا لما كنا بنعلن مخاوفنا من الاول ان هتيجي لحظه ها أه؟ كل واحد انتمائه هيبان او كل واحد قدراته هتبان وبعدين قلنا ندي فرص وسندنا 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 الموضوع انك مش تعمل لي جدول وخلصنا ويبقى انت كده عظيم حتى الان العداله التحكيميه في بعض المباريات لا تتحقق خالص حتى الان في ناس بتتحاسب وناس ما بتتحاسبش وعايزين نعرف ليه في جوابات لازم ترد على اصحابها مش ممكن ان انا ابعت لك جواب يعني يعني سياسه اخبط راسك في الحيط دي لامتى الحيطه هتتكسر انت انا بعت لك جواب وحولته لجنه الانضباط ولجنه الانضباط اعلنت انها ما فيش قدامها لا صغير ولا كبير مش هتحاسب عايزين نعرف ردك النادي الاهلي الناد بعت النادي الاهلي بعت خطابات مسؤوله لثمان جهات عليا مسؤوله بينتظر الاجابة بالتأكيد